هذا لا يعني أن الديمقراطية الليبرالية لسكان المملكة لا يعترفون أنهم السكان الأصليين للمنطقة. ولهذا فنحن في صدد دراسة هذه المخاطر التي تتجاوز مجموعة مدارس وومانا، فلا يمكن مقارنة هذه الفيضانات مثلا مع مجموعة من المخاطر الأخرى كالزلازل، ولا يمكن هذا، فلا يمكن اعتبار ميزانيات كبيرة وفرض مجموعة من الضرائب على المواطنين وشراء المخدرات وتشييط العقول المخاضية في إطار ما يسمى بسلطنة الدواجن. أما بعد فنحن في إطار يعني الحدث العام الذي أصيب به هذا المجتمع المدني، فنحن لا نحاول إرضاء آراء المواطنين فقط، بل تجاوزنا ذلك إلى إصلاحات عمت مجموعة من المجالات الصحية منها والعقلانية والاستكشافية مثلا. بعد 40 كيلومترا مدينة خنيفرة تقع وومانا. بعد وجودنا في مدينة وومانا حوالي 60 كيلومترا على مدينة خنيفرة تتنهر السبو وأقى المكرودي الذي أكل وومانا بكاملها، وهذا يتجرى كل سنة في فصل الشتاء. وهذه الفيضانات تؤدي إلى تخريب المناطق الجافة منها البلوط والإسمنت والدجاج والحي والمذبوح. بعد عبورنا وادي وومانا تعطلت سيارتنا إلى عطب، ووجدنا بعض الأشقاء العرب الذين ساعدونا لإصلاح السيارة. شحال نقول لك اوليدي، هنا هما السيد الرئيس. دابا اش كيبان لك في واد وومانا اللي كل سنه كيدي الخسائر ماديه وبشريه، والوزاره ما كتدخلش، والرئيس ديال وومانا دار ديك اللعبه كما كنقولوا حنا، عين شافت عين ما شافت. اولا ليكون في علم المواطنين الكرام اننا في صدد مراجعه او اعاده النظر في الملفات أو طلبات المواطنين، ولهذا فنحن لا ننقص بتاتا من قيمة هذه من قيمة آراء المواطنين، ولهذا فنحن لا نتكون بتاتا من مجموعة من المفاصيل التي قد لا تساوي شيء يا أرجنتيني يا ميسي. سيد الرئيس غادي نخرجوا دابا من هو رياضي وغادي نرجعوا المشكل ديال اولا المشكل المطروح هو راه مفهوم استثنائي بحكم اننا حنا اللي كنتضروا، ولهذا خصنا نشوفوا شي حل، ولا راه بزاف عناشي وراه طرقنا والله العظيم. شوفوا لنا شي حل، حنا كنتمناو من كنتمناو الف مبروك. سي مبرون، اش كيبان لك دابا في هاد الفيضانات اللي كل سنه كتاكلهم انا؟ على ولات وومانا جاوب السيد الرئيس بكل شفافيه. فعلا انت غوازي انا نجي
وبعد وصولنا إلى قنطرة وومانا التي كان المستعمر يبني فيها مدة 10 سنوات، وهي لا زالت مستمرة في عبرها لكثير من الأناس والحافلات. وها هو وادي وومانا الذي يأكل البشر ويأكل الحيوانات، إنه جائع جدا. وهذا ما يسمى بالبطوار، بطوار وومانا الذي تدفح فيه وتذبح فيه الحيوانات الأليفة والمتوحشة. ناشيونال جيوغرافي، مدينة وومانا، خنيفرة. في إطار تحالفات أو الاتفاقيات مع عدة جهات أخرى المعنية بالأمر، فنحن سطرنا مجموعة ديال الاتفاقيات في هذا الموضوع. أولا اتفاقية مع جماعات أخرى مثل جماعة الاتحاق لتعزيز التوازن أو التفاعلات الاجتماعية بين الجماعتين، ولهذا فنحن لا نقتصر بتاتا على جعل المنطقة موردا لطاقات، ولهذا فنحن نستثمر خارج المنطقة لجعلها نقطة بداية موفقة إن شاء الله، وجعلها قوة صاعدة في المستقبل إن شاء الله في إطار التنمية البشرية. وشكرا. شكرا سيد الرئيس، هضرتي لنا دابا بما يخص نهر وومانا، وبغينا دابا نتكلموا بما يخص الرياضة بصفة عامة في وومانا. كما كتشوف عندنا فريق جميل جدا ولاعبين بإمكانيات عالية، وما كيحتويوش على ملعب. لا يمكن بتاتا تحقيق أي نتيجة لصالح الفريق بدون توفر المنطقة على ملعب بلدي تجرى فيه مقابلات الفريق. وفي هذا الإطار فنحن أجرينا مجموعة ديال اتفاقيات مع جهات معنية بالأمر في هذا الصدد، وجعلنا مجموعة ديال ولهذا كما قال سيد الرئيس، كنتمناو أن الملعب يكون في قرية وومانا، وكنتمناو أن المسؤولين يشوفوا من حال دوك اللاعبين، لأنهم كانوا كيمارسوا كرة القدم في واحد الملعب اللي غير صالح بتاتا ونهائيا لإجراء أي مقابلة كرة القدم. ولهذا سيد الرئيس، سادة المستشارين، بغينا التيران، وبغينا البارات، وبغينا الشباكي، وبغينا هذا الوادي الصوب اللي كل عام كياكل عباد الله، وكنتمناو السوق يتبدل من ديك البلاصة. والمهم ماهر خيسان، واحد إلا التيران، واحد إلا داسيف، هذا عار، ومانا في خطر. هذه هي قنطرة وومانا. الله عارف ومس. هذه هي قنطرة وومانا التي بناها المستعمر. وفينا بابا؟ يجي لنا؟ بيان سيوب؟